إذا مرحبا بكم في درس جديد بعنوان الفعل اللازم والمتعدي، المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. إذا هذا الدرس كما تلاحظون يندرج ضمن وحدة مجال القيم الثقافية والفنية، وهو الدرس الثاني في هذه الوحدة. إذا أول ما سنبدأ به هو تشخيص التعلمات التي سبق أن رأينا في الدرس السابق. إذا السؤال الأول هو نذكر عنوان الدرس اللغوي السابق. إذا عنوان الدرس اللغوي السابق هو اللازم والمتعدي، المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، أو المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. إذا ما هي أقسام الفعل من خلال الدرس السابق؟ إذا الفعل المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ليس فعلا واحدا، وإنما هو أنواع من الأفعال ينبغي أن نذكر بها أولا لننطلق في درسنا الجديد. إذا ينقسم الفعل إلى لازم ومتعدي. فاللازم هو الذي يكتفي برفع الفاعل ولا ينصب المفعول به، يعني يكتفي برفع الفاعل فقط. بالنسبة للمتعدي يتعدى رفع الفاعل وينصب مفعولا به أو أكثر. طيب، إذا ما هي أنواع الأفعال المتعدية؟ إذا الأفعال المتعدية أنواع. إذا المتعدية إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هناك ثلاثة أنواع. إذا النوع الأول نسميه أفعال الرجحان، ومعنى الرجحان كما رأيتم في الحصة السابقة هي غلبة اليقين على الشك. ومن الأفعال التي تؤدي هذه الوظيفة في الجملة الفعلية هناك الفعل ظن، والفعل حسب، والفعل خال، والفعل زعم، والفعل جعل. إذن هذه الأفعال يعني تفيد الرجحان. إذن إذا أردنا أن نركبها في جملة فسنقول ظن التلميذ مثلا الدرس واضحا، ظن التلميذ الدرس واضحا. إذن المفعول به الأول هو الدرس، والمفعول به الثاني هو واضحا. ثم هناك نوع آخر أفعال اليقين، وأفعال اليقين تدل على ما يتيقنه الفاعل ويعتقده، مثل رأى ووجد وعلم وألفى ودرى. ثم هناك أفعال التحويل، وأفعال التحويل تفيد تحويل وتغيير الشيء من حال إلى حال، ومنها صير واتخذ وجعل ورد وترك. إذن هذه المعطيات سنحاول أن نجرب يعني استيعابنا لها من خلال هذه التمارين. إذن التمرين الأول سندخل فعلا من الأفعال المتعدية إلى مفعولين على الجمل التالية مع الشكل. إذا لاحظتم معي هذه الجمل التي أمامنا هي جمل اسمية، لأننا قلنا في الحصة السابقة أن الفعل المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، يعني أنه ينبغي أن يكون هناك مبتدأ وخبر. إذن هذه الجمل التي أوردنا هنا جمل تتكون من مبتدأ وخبر. إذن الجملة الأولى الفن مفيد، والمثل سائر، والقمح دقيق. إذن هذه مبتدأات وأخبار. إذن إذا لاحظتم معي الجملة الأولى الفن مفيد، إذا أدخلنا عليها فعلا
متعديا ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. إذن هناك وجد المشاهد الفن مفيدا. إذا لاحظوا معي الفن كانت هنا مرفوعة فأصبحت منصوبة على أساس أنها أصبحت هنا مفعولا به أول. مفيد كانت مرفوعة فأصبحت منصوبة على أساس أنها مفعول به ثاني. إذن المثل سائر. لاحظوا معي هنا كانت مرفوعة المثل و أو هذا الاسم كان مرفوعا على أساس أنه مبتدأ فأصبح منصوبا. إذن إذا لاحظنا هنا حسب الرجل المثل سائرا. إذن المثل سائر أصبحت المثل سائرا. لماذا؟ لأن دخلت عليها حسب وهي من الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. القمح دقيق. إذا لاحظوا معي عندما ستدخل أو سيدخل الفعل المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر كيف ستصير هذه الجملة الفعلية أو كيف سيصير هذان العنصران. إذن صيرت الطاحونة القمح ماذا؟ دقيقا. إذن كانت هنا مرفوعة فأصبحت هنا منصوبة. كانت هنا مرفوعة دقيق فأصبحت دقيقا منصوبة. طيب إذن الآن سنحاول أن نميز بين هذه الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. إذن صل أو صلي بسهم الفعل في كل جملة من الجمل السابقة بنوعه مستعينا بالجدول. إذن سنعرف من خلال هذه أو من خلال هاتين اللائحتين أنواع الأفعال. إذن لدينا هنا الفعل وجد وحسب وصير. إذن كل فعل من هذه الأفعال سنعرف هل هو فعل تحويل أم فعل رجحان أم فعل يقين. إذن وجد. إذن لا شك أننا رأيناها في أفعال اليقين. إذن هو فعل يقين. لاحظوا معي حسب. إذن بالنسبة لحسب هو فعل رجحان كما نلاحظ. لاحظوا معي صير. إذن صير فعل تحويل لأنه يفيد تحويل الشيء إلى شيء آخر. طيب إذن الآن سنحاول أن نتأمل هذه الجملة. إذن لاحظ المفعول به أو لاحظي المفعول به الأول والثاني في الجملة الآتية واعزلهما عن الفعل. إذن أعطى المنتج الممثل أجرا. إذن المفعول به الأول هو الممثل وأجرا هو المفعول به الثاني. إذن لاحظوا معي أننا سنحاول أن نعزل هذين الاسمين من سياق الجملة لنكون كما سبقت العادة لنكون جملة اسمية تتكون من يعني من مبتدأ وخبر. هل يمكن أن نقول المنتج أجر؟ هذه الجملة لا معنى لها. هل سيصبح المعنى أو هل سيصح معنى هذه الجملة؟ إذن لا يمكن أن يصح لأن المنتج ليس أجرا. إذن الفعل أعطى في جملة أعطى المنتج الممثل أجرا. إذن هذا فعل متعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذن هذا هو موضوع درسنا في هذه الحصة. إذن الفعل المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. طيب إذن الآن سنبتدئ بهذه الأمثلة وسنحاول أن نشرح الكلمات التي تحتها سطر. إذن سأل الخليفة، إذا أخذتم معي الكتاب المدرسي الصفحة 204 ستجدون هذه الأمثلة. إذن سأل الخليفة زرياب البقاء ببغداد ويعطي زرياب كل ما يصبو إليه.
ومنح زرياب كثيرا من المال. إذن هذه الأمثلة سنحاول أن نشرح ما وضع تحته سطر بناء على النص القرائي الذي سبق أن رأينا. إذن الكلمة الأولى هي سأل، إذن سأل سنحاول شرحها من سأل يسأل، أي طلب منه شيئا. الخليفة، إذن الخليفة المقصود هنا هو يقصد به عبد الرحمن الأوسط، وهو من خلفاء الأندلس. ثم زرياب، وهو علم من أعلام الغناء في الأندلس قديما. يسبو، أي يتطلع ويرغب في الشيء. إذن هذه الأمثلة بعد أن شرحناها نحاول أن نذكر بالحدث العام في النص الذي أخذنا منه هذه الأمثلة. إذن زرياب هو مغني اشتهر في بغداد، وخاض رحلة مغامرة إلى الأندلس، واستقبله الخليفة عبد الرحمن الأوسط وأكرم مثواه، لكن زرياب قابل الحسنة بمثلها فخدم الأندلس وأهل الأندلس. طيب، إذن إذا لاحظتم معي هنا هذه الأمثلة، إذن سأل الخليفة زرياب البقاء ببغداد، ويعطي زرياب كل ما يسبو إليه، ومنح زرياب كثيرا من المال. إذن هذه الأمثلة سنحاول أن ننطلق منها ونملأ هذه الجداول. بداية لاحظوا معي المثال الأول، سأل، إذن الفعل هنا هو سأل، والفاعل هو الخليفة، والمفعول به الأول هو زرياب، والمفعول به الثاني هو البقاء. إذن إذا لاحظنا هذه العناصر، وهي من عناصر الجملة الفعلية، الفعل هو سأل، والخليفة هو الفاعل، وزرياب إذا لاحظنا هنا مفعول به، يعني أن الفعل كيف هو متعدي. إذن البقاء يعني أن هناك مفعول آخر، مفعول به آخر، يعني هناك مفعولين. وسبق أن رأينا أن الفعل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو اللازم، وقلنا عن الفعل اللازم هو الذي يكتفي بماذا؟ برفع الفاعل ولا يتعداه إلى نصب المفعول به. طيب، وهناك الفعل كذلك المتعدي. إذن بالنسبة للمتعدي هناك ما يتعدى إلى مفعول به واحد، وهناك ما يتعدى إلى مفعولين. إذن ما يتعدى إلى مفعول به واحد، مثلا أكل الطفل التفاحة، إذن التفاحة هنا مفعول به. وما يتعدى إلى مفعولين، سبق أن رأينا ما يكون أصلهما مبتدأ وخبر، وسبق أن شرحنا هذه المسألة، وما يكون يعني المفعول به الذي يذكر مرتين، يعني ليس أصلهما المبتدأ أو مبتدأان وخبرا. نعم، إذن هذه هي أنواع الفعل المتعدي. إذن اليوم سنركز بشكل كبير على الفعل المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر.
إذن إذا لاحظنا هنا الفعل الأول هو سأل، هذه أمثلة فقط، سأل. إذن هنا هذا هو الفعل، عفوا، هنا الفاعل إذا لاحظنا هو الخليفة، والمفعول به الأول وهناك المفعول به الثاني. إذن بالنسبة للمفعول به الأول هنا هو زريابة، والمفعول به الثاني هو البقاء. إذن هناك مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه لا يمكن أن نقول إذا عزلنا المفعولين من الجملة لا يمكن أن نقول زرياب بقاء، إذن لا يمكن. طيب ننتقل الآن إلى المثال الثاني. إذن إذا لاحظنا إذن يعطي زريابة أو يعطي هنا الفاعل ضمير مستتر، ثم زريابة ماذا أعطاه؟ كلا. إذن المفعول به أو الفعل هنا هو يعطي، والفاعل هو زرياب، عفوا هو ضمير مستتر، وهنا المفعول به الأول والمفعول به الثاني. إذا المفعول الأول هو زريابة، والمفعول به الثاني هو كلا. إذا ننتقل الآن إلى المثال الثالث. إذا لاحظنا هنا منح زريابة كثيرا، إذا منح هو الفعل، والفاعل هنا كذلك ضمير مستتر، ثم زريابة هو المفعول به الأول، وكثيرا هو كثيرا هو المفعول به الثاني. إذن لاحظوا معي هنا، إذن قلنا منح، هنا قلنا كذلك ضمير مستتر، وبالنسبة للمفعول الأول والمفعول الثاني هو زريابة، وهنا كثيرا كثيرا. طيب إذن إذا لاحظتم معي أن هذه الأفعال سأل ويعطي ومنح كلها ترفع أولا الفاعل، لا تكتفي بذلك بل تتعداه إلى نصب مفعولين، هذين المفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذن الآن سنمر إلى جملة أخرى. إذن هذه الجملة إذا لاحظتم لاحظوا معي هذه الجملة، إذن أعلم زرياب الخليفة
الخبر يقينا. إذن رأينا أن الفعل يمكن أن يكون لازما ويمكن أن يكون متعدا. بالنسبة للفعل المتعدي قلنا أنه يتعدى إلى مفعول به واحد، مفعول به واحد، ويتعدى إلى مفعولين. هذين المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وليس أصلهما مبتدأ وخبرا. إذا لاحظوا هذا المثال، أعلم، هذا هو الفعل. لاحظوا معي هنا، زرياب هو الفاعل. الخليفة هو المفعول به الأول، ثم الخبر هو المفعول به الثاني. يقينا، لاحظوا معي أن هناك مفعولا به ثالث، المفعول به الثالث. يعني يمكن أن نضيف هنا إلى، بالإضافة إلى ما يتعدى إلى مفعول به واحد، هناك ما يتعدى إلى مفعولين، وهناك ما يتعدى إلى ثلاث مفاعيل، أو إلى ثلاثة مفاعيل. إذن هذا هو، هذه هي أهم العناصر الموجودة في هذا الدرس. إذن الآن سنعود إلى شاشة العرض لنكمل ما تبقى من الدرس. إذن بالاعتماد على ما سبق سننتقل الآن إلى أسئلة في التقويم. إذا لاحظتم معي أن المهمة المطلوبة منا أن نكمل ملأ الجدول حسب المثال الأول. إذا لاحظتم معي هنا، أسأل الله العافية. إذا المفعول به الأول، أو المفعول الأول هو الله، وهو اسم جلالة، والمفعول به الثاني هو العافية. لاحظوا معي هنا، أعطيت الفقير صدقة. إذا الآن سيطلب منا، عليكم أن توقفوا الشريط لتكملوا هذا التمرين. إذا أعطيت الفقير صدقة. إذا أعطيت، هناك الفاعل هو ضمير متصل، هو التاء المتحركة، الفقيرة صدقة. إذا المفعول الأول هو الفقيرة، والمفعول به الثاني هو صدقة. منح الكريم المحتاج معونة. إذا المفعول به الأول هو المحتاجة، ومعونة هو المفعول به الثاني. يكسو الربيع الأرض جمالا. إذن لاحظوا معي، الفعل من أفعال العطاء، وهو من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. يعني ينبغي أن يكون معنى العطاء أو المنح أو الأخذ حاضرا، سواء كان الفعل ماض أو مضارع أو أمر. إذن المفعول الأول هو الأرض، والمفعول الثاني هو جمالا. إذن ننتقل الآن إلى التمرين الموالي. إذن المطلوب منا الآن أن نكمل الجمل الآتية بوضع مفعول أو مفعولين في المكان الخالي بعد نقلهما، أو بعد نقل الجدول، أو نقل هذه الجمل إلى دفاترنا. إذن سأل المؤمن، قرأ عماد، منح الأب، كست سلمى. إذن المطلوب الآن هو أن نضع مفعولين في المكان الخالي، لكن مفعولين مناسبين. سأل المؤمن ربه رزقا. إذا المفعول الأول هو رب، والمفعول الثاني هو رزقا. لاحظوا معي هنا،
قرأ عماد ماذا؟ قصة. لاحظوا معي هذه الجملة، المفعول هنا هو مفعول واحد، قرأ عماد قصة. منح الأب ابنه جائزة. إذن المفعول الأول هو ابن، والمفعول الثاني هو جائزة. كست سلمى دميتها. إذن دمية هي المفعول الأول، وحلة هي المفعول الثاني. طيب، هناك تمرين لا بد من القيام به. سيطلب منا أن نعرب ما تحته سطر في الجملة الآتية: منح الله المغرب شواطئ. سنعرب فقط ما تحته سطر. إذن شكرا لكم، إلى اللقاء.